ألمانيا تخطط لإغلاق جميع مفاعلاتها النووية بنهاية عام 2022. القرار جاء باتفاق في صلب الائتلاف الحاكم استجابة لمخاوف البلاد من تكرار كارثة فوكوشيما اليابانية. سنتخلى عن الطاقة النووية تدريجيا بنهاية عام 2022. هذا الطريق يمثل تحديا كبيرا لألمانيا، ولكنه في الآن نفسه يعني فرصا كبيرة للأجيال المقبلة، وأعتقد أن بلادنا يمكنها أن تصبح رائدة في مجال خلق الطاقات المتجددة. ويأتي هذا التحول العميق في السياسة الألمانية إثر نتائج الانتخابات المحلية والتي وصفت بالكارثية بالنسبة إلى الحزب الديمقراطي المسيحي.